صحت الاقي عندك نظارة حلوة. طبعا طبعا يا فندم. طب توريني حاجة كده. دي نظارة برشحها لحضرتك هتعجبك جدا. حلوة دي قوي. سعرها كام؟ دي يا فندم تعمل لها 15,000 جنيه. ليه؟ 15,000 كتير قوي يا فندومي. اهدى قبل ما تعصب عليا. النظارة دي احمد مظهر كان لابسها بنفسه في فيلم صلاح الدين الايوبي. ايه الفاتي ده؟ صلاح الدين ما كانش بيلبس نظارة يا فندم. ايه ده يا فندم؟ انت عارف الفيلم كان متصور في الصحراء، فكان الفنان وقت البريك بيعمل ايه؟ يلبس نظارة شمس. اسمع الله عليك يا فندم، زكي ما شاء الله. امال انت مش معاك ال 15,000 جنيه ليه؟ طب عندك نظارات ايه تاني؟ عندي نظارة الفنانة ام كلثوم عامله 45,000، ونظارة مفيد فوزي عامله 33,000. خلاص انا هاخد النظارة دي. اختيار موفق يا فندم. شكرا. 15,000 جنيه. الفلوس. انت لقطة. تاخد فيزا؟ أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. بتحكي بعض الكتب التاريخية عن قصة أجدها الحياة لطيفة حصلت أيام الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. الخليفة زي أي خليفة كان بيجيله شعراء كتير، كل شاعر يروح له ويستعرض قوة اللغة بتاعته ويلقي قصيدة على الخليفة أملا في إنها تعجبه. بس الخليفة كان له شرط، إن القصيدة تكون من تأليف الشاعر، ولو هي من تأليفه هيديله الخليفة وزن الحاجة اللي كتب عليها القصيدة بتاعته ذهب. بس كان في خدعة بسيطة في الموضوع ده. يقال إن الخليفة كان عنده قدرة حفظ رهيبة، وبيقدر يحفظ أي قصيدة تقال قدامه من أول مرة، وعنده خادم بيحفظ القصيدة من تاني مرة، وجارية بتحفظ القصيدة من تالت مرة. المهم لما بيجي شاعر للخليفة ويقول له القصيدة، يقوم الخليفة يقول له حلوة أوي القصيدة دي، بس يا كابتن القصيدة دي مش بتاعتك، أنا سامعها قبل كده، لا وإيه حافظها. فيقوم الخليفة مسمع له القصيدة، فالشاعر يذهل، قال له إزاي؟ ده لسه مألفها إمبارح. يقوم الخليفة يقول له استنى، ده في كمان غيري حافظينها. فيقوم منادي على الخادم اللي هو كده سمع القصيدة مرتين، مرة من الشاعر ومرة من الخليفة. فيقوم الخادم يسمع، فالشاعر يذهل، يا نهار اسود. يقوم الخليفه يقول له يا عم استنى، ده في غيره كمان حافظينها. فيقوم منادي على الجاريه اللي هي سمعت القصيده كم مره؟ 3 مرات، مره من الشاعر ومره من الخليفه ومره من الخادم، تعالي يا بنتي سمعي. فتسمع القصيده، فالشاعر ما يعرفش يقول حاجه ويروح. وفضل الحال كده مع شعراء كتير، ابتدوا يحسوا ان في حاجه مش مظبوط. الكلام وصل لمين؟ وصل للاصمعي. الحكى اللي حصل، ابتدى الاصمعي يفكر في خطه في منتهى الذكاء. قام رايح وقام مؤلف قصيده عجيبه، وقام متمكر، وقام راح للخليفة وقام قال له هسمعك قصيدة عمرك ما سمعتها قبل كده. وبدأ الأصمعي في قصيدته العجيبة. صوت صفير البلبلي هيج قلب الثملي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي. لحد كده الشعر ممكن يبقى صعب شوية ولكنه عادي. نبتدي بقى نخش على قلة الأدب. فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قد طفته من وجنة من لثم ورد خجلي، والعود دن 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 لي، والطبل طب 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 لي، والسقف صق 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 لي، والرقص قد طاب إلي، شوى شوى وشاهشوا على ورق صفر جلي، والكل كع 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 خلفي ومن حويللي. فالخليفة سمع هذا الكلام، الكلام صعب وكم كم كم كع كع كع، حاجات غريبة ومش عارف يعد. فالراجل اتلخبط وابتدى ما عادش عارف يحفظ القصيدة، فابتدى يبقى قدام الأمر الواقع وقام باصص للخادم والجارية، يا جدعان مش هنقول حاجة ولا إيه؟ لا هم مش فاكرين حاجة. قام قال له خلاص يا عم الأصمعي، خلاص شكل القصيده دي بتاعتك، هات اللي كتبت القصيده دي عليه نوزنه ونديك وزنه ده. قام قايل له الاصمعي السجلايف الثانيه بقى، قال له ايه الاصمعي؟ ورثت عمود رخام عن ابي، نقشت عليه القصيده. اوزن بقى يا خليفه. طبعا الخليفه اللي هو وحيات امك. ودي كانت من اروس السجلايفات الحقيقه اللي شفتها. فين النضاره؟ واضح ان في مشاكل في الانتاج مش مخلياني عارف البس النضاره. ايه المشكله؟ النضارات غاليه ولا ايه؟ فين النضاره؟ بس عزيزي المشاهد، ايه موضوع النظارات ده؟ الحقيقه ان نظارات الشمس او النظارات عموما ما بقتش مجرد اداه تخليني اشوف احسن، او مجرد حاجه بتحمي عينيا من الشمس. انت النهارده تقدر تعتبر النظاره دي فيس جولري، مجوهرات للوش. في الاربعينات بدات النظارات يتسوق لها على انها حاجه روشه وعلى الموضه، وبدا يظهر لها سوق ضخم جدا من المشترين اللي عاوزين يلبسوا على الموضه. وبدات تظهر شركات كتير بتعمل النظارات الروشه دي، وبدات شركات ازياء كبيره زي شانيل ورالف لورن تعمل نظارات مع الكوليكشنز الجديده بتاعتها. وشويه شويه بدا سوق النظارات ده يبقى فيه شركات كتيرة جدا.
السنه دي مثلا وصل حجم السوق لحاجه زي النظارات لاكثر من 132 مليار دولار، ومتوقع ان سنه 2023 يوصل لاكثر من 177 مليار دولار نظارات شمس. يجي واحد يقول لي الله، طب ازاي عندنا براندات كتير جدا بتصنع نظارات، كل شركه تعمل اشكال والوان مختلفه وفرايتيز كتير؟ معلش يعني مش المفروض ان التنوع ده يزود المنافسه بين الشركات دي وبالتالي يقلل السعر؟ مش الراسماليه معودان على كده؟ الغريب عزيزي المشاهد ان مش هو ده اللي بيحصل، شركات كتير بس الاسعار لسه عاليه، خاصه لما تعرف ان تقريبا تكلفة صناعة نظارة الشمس ممكن يبقى فرنج من 5 ل 30 دولار بس، في حين انت لو عايز تشتري اي نظارة من براند كبير ممكن تخش لك في 200 دولار. معلش يعني دي نظارة شمس، فليه ليه كده؟ ليه المنافسة مش بتقلل السعر؟ واحد من الاسباب ان تجارة النظارات العالمية على مدى 20 سنة اللي فاتوا بيحصل فيها واحدة من اكبر عمليات الاحتكار التجاري، كيان عملاق شركة كبيرة اسمها لوكسوتيكا مسيطرة على نسبة كبيرة جدا من السوق. شركة لوكسوتيكا بدأت سنة 1961 في ايطاليا، صاحبها راجل اسمه ليوناردو ديلفيتشيو. في الاول لوكسوتيكا حاولت ان يبقى ليها نظام انتاج داخلي كبير، وفعلا عمل اول مصنع نظارات للوكسوتيكا في ميلان سنة 67. بعد كده بدأت لوكسوتيكا تكبر حجم التوزيع بتاعها، سنة 74 مثلا اشترت شركة توزيع كبيرة اسمها سكارون، واحدة واحدة ابتدت تكبر ويبقى ليها تقل في السوق. فمثلا سنة 88 عملت ديل كبير جدا مع ارماني براند الملابس المشهور اللي بيعمل بوكسرات ب 900 جنيه. المهم مع الحجم الكبير والشركات دي والديلز اللي عمالة تحصل بدأت انها تحاول تبلع المنافسة بتاعتها. مثلا شركة ري بان شركة النظارات المشهورة دي سنة 99 كانت بتعاني من خسائر كبيرة وسعر سهمها كان نايم. قامت لوكسوتيك قالت فرصة كويسة نشتريها، واسمع عملت ايه؟ سحبت كل نظارات الري بان اللي كانت موجوده في السوق، كان وقتها سعر النظاره ب 20 دولار، وقامت موقفه الانتاج تماما لمده سنه. ده انت يا راجل لو عايز تخسر مش هتعمل كده. عزيزي المشاهد النظاره الري بان كان ليها رونق خاص وعليها طلب كبير بسبب الافلام اللي طلعت فيها زي ما ويل سميث وتومي لي جونز لما كانوا لابسينها في مان ان بلاك. فليه ممكن شركه تضحي بسنه كامله من مبيعاتها؟ دي كانت حركه خلينا اقول لها يعني ان هي ذكيه من لوكسوتيك، طرشت السوق للريبان. الناس تشوف النظارات موجوده في الافلام وتروح تسال ما تلاقيهاش، مش موجوده، خلصانه من السوق. بعدها بسنه ترجع تنتجها تاني وتنزلها السوق بس مش ب 20 دولار. لوكسوتيكا بقت تبيع النظاره بحوالي 150 دولار، هي نفس النظاره بس تقريبا 7 أضعاف السعر، واللي عطشان يشتري. بدات شعبيه لوكسوتيكا تكبر وبدات تصمم وتنتج نظارات لشركات ازياء عالميه زي ارماني وشانيل وفالنتينو ورالف لورين. شويه شويه وتقريبا كل النظارات اللي بقت في السوق بقت بتاعت لوكسوتيكا. تهدى بقى لوكسوتيكا؟ ابدا. بدات لوكسوتيكا تشتغل على الموزعين، عايزين اكواير موزعين. الموزع ده اللي هو زي كارفور، ليبتون ما بيبيعش الشاي في محل ليبتون، لا بيوديها الموزع والموزع هو اللي يبيع. المهم لوكسوتيكا تشتري لينز كرافترز اللي كانت اكبر شركه توزيع نظارات في امريكا وكندا. كده قدرت انها ترفع الاسعار تاني لحوالي 300 دولار. انت متخيل نظاره قيمه تصنيعها ممكن ما يعديش ال 30 دولار بتتباع ب 300 دولار؟ تهدى بقى لوكسوتيكا؟ لا، بدات تشتري تقريبا كل الشركات اللي بتبيع نظارات في السوق زي سان جلاس هات واوليفر بيبلز وبيرل فيجن ومنافس بيع نظارات في محلات كبيره زي تارجت وسيرز، انا عارفهم كلهم. طب ايه يا لوكسوتيكا مش هنخف شويه؟ ابدا، فضلت لوكسوتيكا تعلي الاسعار وتكسب اكتر فتشتري شركات ثانيه وتعلي الاسعار اكتر واكتر وتكبر وتكبر لحد ما سيطرت على اغلب السوق. وهنا وقفت شركة أوكلي سنة 2007 وقالت لا أنا ما عرضنيش اللي بيحصل ده. أوكلي كانت شركة نظارات رياضية منافسة لوكسوتيك. أوكلي ده زي التويوتا مش عايزة هامش ربح كبير، ما هيش آيفون يعني، وكانت بتبيع نظاراتها بسعر معقول. طبعا لوكسوتيكا لما عرفت إن في شركة بتبيع نظارات أرخص منها اتضايقت جدا وهددت أوكلي إنها لو ما زودتش الأسعار مش هتبيع لهم نظاراتهم في محلات الموزعين بتاعتها. لكن أوكلي رفضت وقالت مش أنا اللي تلي وتراعي. رفضت يا أختي؟ طب تعالي بقى أنا عندي الموزعين بتوعك كتير دول، مفيش نظارة أوكلي هتتباع فيه، وريني هتعمل ايه. مش شارين أكبر موزعين موجودين في البلد؟ وفورا سعر سهم أوكلي ينهار وتتعرض أوكلي لخسائر كبيرة جدا. وبعد ما بقت رخيصة كشركة وتلوى دراعها عادي جدا، قامت مين اشتراها؟ لوكسوتيكا تاني، وعملت كوربريت كونسوليديشن، دمج للشركتين مع بعض. اشترت أوكلي اللي كان سعرها رخيص، رفعت السعر تاني، وكده لوكسوتيكا بقت البرايس ميكر في السوق، اللي هو أصل أنا جامد قوي ومحتكر سوق النظارات ومنافذ البيع وانا اللي اقدر احدد السعر اللي ابيع بيه السلع دي، بما ان مفيش منافسين حقيقيين، لان تقريبا بملك كل الشركات اللي بتعمل المنتج ده وكل الشركات اللي بتبيع المنتج ده. في علم الاقتصاد نقدر نسمي اللي سوق النظارات فيه ده اوليكوبولي، وهو لما مجموعه من الشركات
غالبا واحده او اتنين يبقوا محتكرين السوق ويتحكموا في الاسعار زي ما هم عايزين. فالشركات بدل ما تبان قدام العالم على انها الشركه المحتكره الوحشه، واحده كده محتكره وحشه بتعمل كده، بتوهم المستهلك بوجود عدد كبير من الشركات المتنافسه في السوق، في حين ان كل الشركات دي بتاعتها في النهايه. ومش بس سوق النظارات اللي بيعاني من موضوع الاحتكار ده، بنلاقي برضو امثله تانية للاوليغوبوليز زي سوق العربيات الامريكاني اللي بيسيطر عليه 3 شركات، كرايزلر وفورد وجنرال موتورز. المهم انهم بيعملوا برايس كولوجن، او انهم بيتفقوا مع بعض على متوسط سعر العربيات اللي هيبيعوها ويخنقوا المستهلك باسعارها المبالغ فيها. لو مثلا هنبص لسوق العربيات الاوروبيه هنلاقي برضو ان في اوليغوبوليز مسيطره على اغلب السوق. اوليغوبولي دي صعبه جدا، شركه فولكس فاجن وبي اس اي جروب ورينو بيملكوا تقريبا ثلثين سوق العربيات كله، يعني الاتحاد الاوروبي كله اللي فيه 28 من اقوى اقتصادات العالم متسيطر عليه من 3 شركات بس، شركات زي بي ام دبليو وفولكس فاجن وبورشا وسكودا وسيات وبيجو واوبل. كل الانواع المختلفه دي تابعه لشركه واحده بس من 3 شركات دول. مين ممكن يتخيل ان الشركه اللي بتملك عربيه غاليه جدا زي اللامبورجيني هي برضو اللي بتمتلك السيات اللي هي في الاخر فولكس فاجن؟ وهنروح بعيد ليه؟ حسب دراسه عملها دكتور طارق سليم استاذ الاقتصاد في الجامعه الامريكيه سنه 2009، ان سوق الحديد في مصر اوليغوبولي ومتسيطر عليه تقريبا من شركتين بنسبه 88%، كان وقتها حديد عز وعز الدخيله اللي هم تابعين لنفس الشخص اللي هو احمد عز. وبغض النظر عن تفاصيل الشركات والحواديت دي، اللي احنا عارفينه دلوقتي ان الاوليغوبوليز في عصرنا الحالي بتمارس نشاطها من غير ما تخلينا نعرف، بتسيطر على السوق من تحت لتحت من خلال الشركات الصغيره الكتيره بتاعتها. ناس كتير مش عارفه ان السوق ما فيهوش منافسه حقيقيه، بس دلوقتي عزيزي المشاهد انت عارف ان شركه كبيره قوي ممكن تبقى بتشتغل من خلال اسماء مختلفه وكلهم يبقوا تحت امره شركه واحده. وهي دي استراتيجيه احمد حلمي في فيلم جعلتني مجرما، لما كان بيقول كل نفسك قبل ما حد ياكلك. ولو عندك زارة اعمل ماسيمو دوتي، ولو عندك حلقة يوم السبت اعمل حلقة التلات، شوف الحلقات اللي فاتت، انتظرنا الاسبوع الجاي شوف الحلقات الجديدة، انزل بص بس على المصادر، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة. فين النضارة دي 8300 دولار؟ ليه ده الشمس نفسها ما بقاش 8300 دولار؟